أسر يا قلم واكتب كلامي بعد ما طال السكوت، وكلمة وفا وابغاك يا راع الوفا تفضل لها. الناس في الدنيا تعيش وباخر العمر بتموت، كالشجرة اللي مرها العبد جلس في ظلها. الكل يفنى ما على الدنيا مقر ولا ثبوت، بعض المناوي يتعب الرجال ما يصل لها. أهون بيوت الخلق عند الله بيت العنكبوت، وأعظم بيوت الله لي قدرها هدمها كلها. تب قبل ما تطوى السنين وموعد التوبة يفوت، صم زك حج وجاهد وكل الفرايض صلها، وكل الفرايض صلها. وكل الفرائض صلها، وكل الفرائض بيض الله وجهك وجهك، وصح 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 بوحك طال عمرك، صح لسانك، صح 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 الله يطول بعمرك يا حبيب قلبي. الشيخ بجاط